كسرت الزلازل. بالأمس كان زلزال قوي ضرب اليابان بقوة 7.3 من 10 درجة على مقياس ريختر، واليوم زلزال قوي يضرب إيران والصين والهند وباكستان اقتربت الساعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام. في البداية بنذكركم بالصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. الصين زلزال بقوة 5.1 من 10 درجة على مقياس ريختر يضرب محافظة هونان شمال غربي الصين ويصل مداه إلى الهند وباكستان. ضرب زلزال قوي بقوة 5.1 من 10 درجة على مقياس ريختر محافظة هونان بمدينة تشانجيه في مقاطعة كانسو شمال غربي الصين صباح اليوم الخميس 17 مارس 2022. وأعلن المركز الصيني لشبكات الزلازل في بيان له اليوم وفقا لوكالة الأنباء الصينية أنه تم رصد مركز الزلزال الذي ضرب على عمق 9 كيلومترات عند ملتقى خط عرض 39.02 درجة شمالا وخط 97.66 درجة شرقا. كما ضرب زلزال اليوم 17 مارس إيران بقوة 6 درجة على مقياس ريختر وعمق 10,000 كيلومتر ضرب مدينة بندر عباس في إيران، وشعرت به الإمارات وسلطنة عمان وقطر. يأتي ذلك أيضا بعد ساعات من زلزال قوي هز اليابان ليلة أمس بقوة 7.3 من 10 درجة على مقياس ريختر كسرت الزلازل. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض قالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. شكرا جزيلا، دمتم في أمان الله.